الموهبة. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم مباراة المنتخب الأردني والسعودي. السنتر تبدأ للسعودية عند الشلهوب، يتقدم يرفع كورة يتعدي، الأردن يقطعها، يجي العدي الصيفي يعطي كورة حسن عبد الفتاح، حسن عبد الفتاح بها عبد الرحمن، بها عبد الرحمن عرضية يوزع جول 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 جول، هدف أول أردني عن بها عبد الرحمن، يتقدم 1-0 بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر. الان دب السنتر عند السعودية للشلهوب، الشلهوب يعطي النايف الزازي، نايف الزازي لياسر القحطاني، ياسر القحطاني عرضية يتقدم جول 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 بالزاوية خطير، الحارس ما جته والجول، تخلص المباراة بالتعادل الإيجابي بين الأردن والسعودية. الموهبة الموهبة دربي أسعد بها قلبي، الموهبة دربي أسعد بها قلبي، درب يوصلني للي أبي ربي، درب يوصلني.